شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبأسانيدنا المتصلة إلى العلامة محمد بن قاسم الغزي رحمه الله، ووصل بنا المقام إلى أن قال في كتابه فتح القريب المجيب: ويحرم على الجنوب خمسة أشياء. كسكا لجنابة بيلشي جران بي بينشتي لسر حرامة. يكم الصلاة فرضا أو نفلا. نعيش شي فرض بي يا شي سنة بي أو نابي أن جاميا بدات شنكا لشي جرانا حل حدثي أكبر ذا هيا وهروها هرشتي كتريش حكمي نيجيها بي أسألي روتي الصلاة هندي اشتتر من هي حكمي نيجيها مثلا كخطبة الجمعة خطبة الجمعة بلاش جراني ونهابي لشد جران بي لما ذهب داشتي واد الوزنية وهروها سجدة التلاوة وهروها سجدة الشكر أما نش چون بو حائض نبون لما ذهب دا بو چيش نابن بو كسيك لشي جران بي هر نابه كابو يكمشت الصلاة فرضا أو نفلا وما في حكم الصلاة أو يكون يجبر والثاني قراءة القرآن خويندني قرآن نك مسي مصحف يعني قرآن خويندن نابت بو كسيك لشي جران بي لما ذهب دا ومشهورة كدرسنية بلغيان لسر أما وزعت شيء لما ذهب دا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا يعني في غنبر صلى الله عليه وسلم قرآني بو أخوين دين يا بي أخوين دين كالشي جران نبوا أما قالشي جران بوا يعني أخوين أم حديثة إمام أحمد روايتك وإمام ترمذي روايتك وترمذي بحسن دانا وحديثك حسن بلام حديثك هر لما ذهب دا محققين مذهب وكو إمام نووي ضعفه النووي في المجموع إمام نووي لمجموع دا تضعيف كدوى لبروا النووي رحمه الله أفرمي مداري حديثك يعني أويك حديثك أجر تواهمو لهمو الرقا كان واللسد أو أوستيد أو بيوتر مدار يعني لا هيج طبق يقلا لا هيج رقا يقلا الرقا كان ونية إلا أشيت وسر أم شخصي كناوي أهينه ناوي عبد الله كوري سليمية بكسر بكسر على ضعيفة إمامي نووي على أم شخصة ضعيفة وهروها حافظ بن حجار كأي شافعي مذهبة ومحققة ولعلم حديثة حافظة لتقريب دا أبيش تضعيفي أم شخصي كدوا لتغير حفظه لبروا حفظي أم شخصا قران كاري بسر هاتوا كوابو يعني أم حديثة كمعتمدي معتمدي فقهاء شافعية حديثك ضعيفة أم حديثك صحيح بوايا فعلا أو مذهب بقوة بمدلل ببدليل مدلل ببدليل بلام حديثك ضعيفة وذهب مالك إلى أن الجنب يقرأ الآيات اليسيرة ما من مالك الله أتواني كم بخواني بتايبت أو آياتاني كبو خو براستن به للتعوذ وذهب مالك إلى أن الجنب يقرأ الآيات اليسيرة للتعوذ وفي الحائض روايتان عنه إحداهما تقرأ والثانية لا تقرأ إمام مالك رحمه الله بو حائض كلا درسكي دوين لا درسي بيري باس مانكيد يعني دو روايتي هيا إيش لو روايتنا الله دخويني ورواياتي شلك داوالين ناخويني كابو اختلف عنه
وذهب داود إلى جواز قراءة الجنب والحائض القرآن. داود ظاهري كيكك العلماء كيكك العلماء وبسر مذهبي الظاهريات أوني كإيش بظاهري قرآن والسنة أكن دلت كسك لشي جرانا أتواني قرآن بخويني وكسك إيش كحائض بلا أفرتان دتواني قرآن بخويني كابو إستا بوأويك براها دروز بو كسي لشجران يا كسيك لافرتان لحيض بابي داودي الظاهري او قوليه. وقد اختاره ابن المنذر ابن المنذر او رايي فسن كد ودرست وقواه الاذرعي كما في هامش المجموع للنووي. اذرعي كخوي يعني لفقهاي مذهبه يعني الله دليل لكي داودي ظاهري بقوته. قال الأذرعي مذهب داود قوي فإنه لم يثبت في المسألة شيء يحتج به لنا. الله إيميث مذهب يعني تأستاهيج بلقيك بصحيحي نيب دستمانا وبلقيك صحيح صريح بي اللسر أويكا حديث بي حديث نبوي بي حديث مرفوع بي بدست معنا ونيكا لشجران يان حائض ناتوانن تشيبكن قرآن بخوينن. ثم ذكر أن الأصل عدم التحريم معلوم إشا توكاتي الله يشتك حراما أبي دليل ذهبه. وإلى جواز القراءة ذهب الإمام البخاري إمام البخاري إشتغل الله درسته كشك لشجران أتواني قرآن بخوينن حيث قال ولم يرى ابن عباس رضي الله عنه بالقراءة للجنب بأسا. إمام البخاري كاتك عادتي وايا طريقي وايا آية نبو حديث نبو ديت سر فهم سلف وقول سلف وفعل سلف صحابة لما وزعب بلقي بدست ونيك بلقيك ببي لقرآن والسنة كمنع بك بويا أتوا الله ابن عباس واي نبني وكا اشتي كتابه. ولم ير ابن عباس رضي الله بالقراءة للجنب بأسا. قال وكان النبي يعني قال ابن عباس وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. هم حديثا صحابة روايته كان الله في غنبر صلى الله عليه وسلم لديه مدمشي خويا ذكري أكد قرآن الذكرى يعني كاتيك نبو بلي ني أتواني ذكرك أما يعني كلو تبلغ كاسيك لشي قران بو داتواني قرآن بخوينه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. وأثري كثير عبد الله كري عباس ماني ابن عباس مان هيا كان يقرأ ورده وهو جنب يعني ابن عباس كالصحابية كويكك العلماء الصحابة وخزمي في غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم ودعائي بكلاوة يعني بمشي وزهة توا يعني وردي شهب ولا روجدة لقرآن خيندوتي ولا شيشي جرام كابو أوي كمان بلامه وبسندة أوي كسي كالشي جرام بيدتواني قرآن بخواني ببي أو بلغانة شوك أو بلغاني كهاتون حديثي صحيح يعني لسرنية حندق لعلماء تحسين ينكدون بكو إنصاف إمام الترمذي حديث كيك خوين موا حديث علي كعمدي موضوعك يقرئنا القرآن ما لم يكن جنوبا. إمام أحمد روايتي كدوا وترمذي روايتي كدوا وألي حسنا بلام تحقيقا أو يكون نووي تحقيقي كدوا أو يكا عبد الله كوري سليميتي آية با ضعيف حكميا بسري ذا داوة. والثاني قراءة القرآن أي غير منسوخ التلاوة. بلام كام قرآن آياتي كام نسخ نكرابي تلاوكي نسخ نكرابي سآياتي ومن هي تلاوكي نسخة يعني لقرآن داني تلاوكي نسخة بس حكمكي ماو يعني أويك ألين دروس نية لما ذهب داب خنري أو آياتي خوين نوي بآيات نمابي خوين نوي بآيات نمابي بونا الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله أو آية
كاتي خوي آيات بوا وتلاوتش كراوة وحكمكش إيش بكراوة استا تلاوكي آيات نية وهروها چندين نموني ترمان هيا لسر اوي كتلاوة كان ين نسخ كراوة اوانا دروستا بلشي قرانوا لما ذابدا بخوان ري انجا الله آية كان او حرفا سرا او جهرا لما ذهب دبا مشي وازي يعني نتواني لشت قران بقران بخويني آيات بي يعني حرفك لقران بوكو ويك قران بنهيني بخويني يعني بعدين شي برز بخويني انجا فرمي وخرج بالقران التوراة والانجيل كاتي على القران كابو كلامي خوا هرشتي كي تربي هرشتي كي تربي توراة بانجيل بي اتواني تناند أجلنا التوراة بزاني أو آية يا أو دخل قول التوراة دا يعني قولي خواه ما دام توراة منسوخة ديانة كان منسوخة أتواني بيخواني بلش يقرانه وخرج بالقرآن التوراة والإنجيل أما أذكار القرآن فتحل لا بقصد قرآن لا بقصد قرآن يعني آياتك تهيب ونمنا لقرآن ده ذكرك لا إله إلا الله باشا هل ذكرك لو ذكرانك ذكرك يونس عليه الصلاة والسلام ودعا كان نوح وهل ذكرك تر لقرآن ده هي أتواني بنيتي ذكر وبيخواني بلان بنيتي قرآن ونخي أما أذكار القرآن فتحل لا بقصد قرآن باشا بنمنا بسم الله الرحمن الرحيم آية وكويك آية ناتواني بيخواني بلان علي بسم الله الرحمن الرحيم لشونك ذكرك وكويك لكاتي خوادنا علي بسم الله لشونك لا إمام النووي بسم الله خواردني إشتاء الله بسم الله الرحمن الرحيم درستا ويش ولا تنشوني كثيرا كارتنها بسم الله أروك ولا دزنوجي شباس ما قد كارتي خوي بسم الله الرحمن الرحيم أو أكو الذكر درستا أما أكو قرآن تلاوة درستنيها بنو كاتي خواردني كخوي الله بسم الله الرحمن الرحيم كاتي تواوي ذكي الحمد لله بنو لما ذهب درستا والله الحمد لله رب العالمين سلك إلى شونك سبحان الذي سخرنا أو آية أخوان يوكو ذكر دروستا أما وكو تلاوة قرآن دروست نية والثالث مس المصحف وحمله من باب أولى يعني دس لقرآن دان لشد قران بيدس بقرآن و بدي وهروها جا قرآن بركاني بي باشا يان برقكشي بي جلكشي بي مس المصحف لسيبن سوى جلده المتصل أما أجر برج شبه برج كي لقى القرآن كان به شتك فاصلك لبيني أبد فاصلك لقى القرآن كاه به أما المنفصل ففيه خلاف ففيه خلاف أما المنفصل ففيه خلاف مثلا لا ابن حجر هيثمي لا يحرم مسه يعني أجر فاصل يكبو درست دزب جلدك وبدي ولشتيش قران به أما عند الرمل فيحرم وحمله من باب أو لا يعني كاتي كدس لداني درسني هل قرتني شي درسني أبو كسكا لشي جران بيت لأنه أعظم من المس كاتي كدس أوها دس بقرآن وبدي أوها نابي هل قري لشت جران أو لقلت أبي نابي أوها دلين هل قرتنكي خراب ترى
والرابع الطواف فرضا أو نفلا. طوافي كعبة جا طوافك فرض بي ين نفل بي بولما طوافي إفاضة كاتك لا منا ديت ولعرفة ومزلفة ومنا ديت وديت وبو طواف وبيوتي طوافي إفاضة كركنة وهروها طوافي وداع لحجدة كواجبة وهروها طوافي قدوم كليلواتي وكسك حجك أو سنة ويان كسيك هروا شيت طوافك كات أو سنة طواف فرض بيان نفل بي سنة بيان فرض بي بو كسيك لشيغران بي دروزنية والخامس بينجمش كا بو كسيك لشيغران بي دروزنية اللبث في المسجد ما نوا لمزقوت لجنوب مسلم إلا لضرورة يعني بو كسيكا لشيغرانا سلمانا بوتي جنوب مسلم بو كافر تشتدروا چونك كاتي خوي كافر هاتوا لا كولكي مزغوتيكا بسوي انا تو كوسجن اي كافر عاده لشي غرانا عاده غالبا وصلناك بلان بو مسلمان حكمه كل سر مسلمان دروس نيه كسيك لش لما ذبدا لشي غران بي وإلا بوكاتك ضرورت به جايتر بيت النوم مزقوت لسر زاوية دانشة لسر فرش دانشة لسر لا ديواريك دانشة خوي البواسي تشت السر بانك عام احترامي مزقوت نابي بيش شوازيك بشكين ريد وكسيك لا لشقران بي أوشتيبك لما ذهب دوا مشهورة ومشهورة كسيكا لشي جران بنات وانا بيتا مزقوتو بلام هندك هر لعلماء مذهب دا ألن بون من إبراهيم مزني كيكيك لأئمي شافعية تجويزي كدو الله جائزة وأجاز إبراهيم المزني من أئمة الشافعية كالإمام أحمد المكث في المسجد يعني سيبلا إمام أحمد كسيك لشي جران بيدا تواني بيتا مزقوتوا لجنوب إذا توضأ ولو لغير حاجة تماشا مذهبي إمام أحمد شونا ومذهبي أم عالم مزني إبراهيم المزني ألين درستا كسيك لشي جران بيتا مزقوتوا بلان بيقمج با هيش إشي شينا بي لشي جرانا مسلمانا ديتا مزقوتوا دس نوشيك بقريا كافية من بو خمل سلامات شم بو كشي بو جنابه بلا مدرسكي بيري بو حائض وموت نخير بو حائض وانهلا بلا بو جنابه كسي كان جنابه بي دز نوجيك بگري بيت مزگو توا بو حاجش نبي بيوستيش نبي درستا بلا ما اوي كم مشهور لما ذبا اوي بزانن ك نابت بو انسان عاده اقل شي جرام بو نيت مزگو توصل ما شاء الله اسانه اوك كمن احتلم في المسجد إلا لضرورة كمن احتلم في المسجد كسيك لمزقو تايب ومخوتوا للشيقران به وتعذر عليه خروجه منه لخوف على نفسه أو ماله بون لمزقو تايب أترسيب جثة دورة لو عني بيقرن لو عني دوش منشتيش بيبكا مالكي ببن جثة دورة مالكي كسيك بيبا كاتي على تعذر لسري بنوسا اي شقة اي خينا تعذرني اخو قاشي نبس لاواتوا هاتواني براث الدروا بو ايما بس تويت شيئا يعني قرس به شقة خروجه من يا جاري وايا درقا كان داخلها درقا داخلها وناتو يمشي دروا ما نوكا تاواني تاني اقاتا لبي وطمانشي والخامس اللبث ما نوا اي مرور يا عبور أما عبور المسجد مارا به من غير مكث فلا يحرم يعني لشد قران اللي هو دي لي رو درقاك أشيد نك مزقود كيتر ريقا نا
ايش قد اكوي لي رب تشيبو اوي لي رب تشيبو اوي بيت مزغوت دو اي بتشيتوا اما درستا باشا يعني حرام ني بلام ايه مكروه يانا خلاف تياها بل ولا يكره في الاصح بلام راجح اوي كمكروه شنيه يعني هاي العلماء بلا مكروه بلام اصح اوي كشنيه مكروه ني حكمي كثير بيدا زور هاتو شو كردن بناو مزغو تبوكس لشي جرام بي اي يموت من هاتو شوكا هات نو دچونك درسه بلام زور هات نو چونك علي وتردد الجنوب في المسجد بمنزلة اللبث ها يعني كسك زور بيوبسيو لشي جرانا اوا وقوايا ما بيتوا يعني توشي شي بي توشي حرام بيوك لما تبدا هاتو وخرج بالمسجد اللبث في المسجد وخرج بالمسجد المدارس جاري واحد مدرسة كتير جورة بولا يا بون مجورة كان يخوتن كتير خون يا جورة كان كتدريزي تاكرة دانن راو بو مسكوت تعبت نك راو تو مسكوت توا لو أنا كسب الله باش خو أودي وإستا دان راو بو مسكوت يان هم ديك شين لجمعانا دان راو مسكوت أو روجي كدان راو كاتم مسكوتا وكو شيخ الإسلام فرمي موضع للصلاة فهو مسجد أما ممر شوينك مسجدني أو روجي كدان لحكم مسجوتي هي دعاء والنخير وخرج بالمسجد المدارس هم مدرسة كان شويني درس وتنوكا وانا وتنوكا والربط ربط كما يا مالك دان راو كسيك شويني نية شويني نية ملحقي مسجوتا دان راوا أشي تشيكات أشي تيايا أمينيتوا الربط بنسب بيوت مهيئة لسكن الفقراء بيوت مهيئة لسكن الفقراء كاتي خوي مسجد نبوي لا باش كوكي وا تشيبوا شوينيك هبوا فقراء الصفة أهل الصفة ليه ماونتوا شوين ينبوا خانوا ينبوا ليه ماونتوا ثم استطرد يعني انتقل استطراد شيء ذكر الشيء في غير محله يعني اشتاق لشويني اخوانا باستا يعني لاشتاق وابتسي بوشتي كتير استا شو اثر موضوعي كتير ثم استطرد المصنف ايضا من احكام الحدث الاكبر الى احكام الحدث الاصغر حدثي اكبر او باسي جنابيك انجا اشتا باسي وضوء باسي حدثي اصغر باسي لازنش فقال ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء كسك أجر بيدزنوجيها بين نكلشي جران بين بيدزنوج دزنوجينيا سيرشد لسري حرام الصلاة والطواف معلوما الصلاة فرض بيننا في البيت الطواف فرض بيننا في البيت هندق لا مذاهب ألين يعني أجر كسيك دزنوجي شنبه لا طواف تدرسته طواف درست بلام لما ذهب دواء مش صحيحة طواف ببيت دس نيش درست نية الصلاة طوافي بيت طوافي بيت أما سعي موضوع اكسترا طوافي بيت الصلاة والطواف سيمشد ومس المصحف دس لقرآن دان جا دس لقرآن بدي دستكا ناولة في دست بي بشتي دست بي أو عندك الله ناو لبي دستو أنا نا ليرة لسري بنوسة ومس المصحف بنوسة بأي جزء بأي جزء لا بباطن الكف فقط بأي جزء لا بباطن الكف فقط دس لقرآن دان لا جنوب وجنوب درسنية وحمله هل قتنيشي عفوا بو محدث حدث أصغر بو كسك دزنوجي نبي ومس المصحف وحمله كسك دزنوجي شي دروز نبي دزنوجي نبي دروز نية ما طبعا أميك لما الشورة لما تبدأ آوايا وكذا خريطة يعني كيس خريطة يعني كيس وصندوق فيهما مصحف يعني مصحف كتير لنا وكيس يكدا
ناو تورك يك ده ناو علاقة يك ده ناو قماش يك ده يعني لناو صندوق يك ده وكو محفظانك يستاهل صندوقه كبون ما داريش به هاد شيك به جلده هاد شيك هي وكذا خريطة وصندوق فيهما مصحف أما أجر تنها مصحف كتير ناو كيس يك ده تنها مصحف كتير ناو صندوق يك ده ناو محفظة يك ده ويحل حمله في أمتعة بلا مقر كي سيكت هيا بونا من مجموعية كتابي تيايا قرآني كشي تيايا علاقة كتب دستوى يعني اوه حل قرتوا يا صندوق كتايا شتي تري تيايا نانو قراكو قرآني كشي تيايا كتابي تيايا قرآني شتي تيايا او كاتا درستا لقل لسر فيك بنو سماعة ويحل حمله في أمتعة وفي تفسير أكثر من القرآن وفي تفسير أكثر من القرآن يعني قرآن للكتاب يكدابي لناو قرآن ناو تشتي يكدابي تفسيري تياه يسببون تفسيري جلالين قرآنك زورا يان تفسيرك ها نا تفسيرك زورا بشان شتيكي زور كم ولما حتى دقتي أول شيء داو. أجر قرآنك يزول تربية لما تبدأ واي قرآنك يزول تربية نادي. طبعا ما يعمل سلام ناشي من بوخم سلام ناشم كا يعني درسته. كسيك نقل الشيء قدام عفوا دزنيجي نبي. بس دزنيجي لو أنا بحلا لدم درشة بلم لش قرينا أما دزنيجي. كسيك دزنيجي نبي تواني قرآن هل قرية تواني بيخين تواني فركاني أو أنا بك درسته هل يقرأ. يعني بويا أماني كباسم كل مسألة حدثي أصغر من لسر هيش يعني ناجم هل لسر علماء شافعية خوان تندين عالم يعني أيه لسر أما ناجد لسر أما ناجد و إمام نووي لتبيان دا أمشتاني بجواني هي ناوة في آداب حملة القرآن لبي دا أم موضوعاني باس كدو بجواني وفي تفسير أكثر من القرآن بلا ما بيت شبكي أبي خطك يعني يخط به سجاري وايا آياتك بسوكا نسم تفسيرك بقورا أمس خطك يخط حتى دراسيا أوشان كدوا وفي دنانيرا ودراهم وخواتم نقش على كل منهما قرآن يعني أقل لقل شابه لقل هندك بارابه مصحفك يا آيات به لسر دينار ودرهم أو أنا يان هندك خاتم أو أنا نقش على كل منها قرآن ولا يمنع المميز المحدث من مس مصحف ولوح لدراسة وتعلم قرآن أما أجر من ذلك مميز به يعني لبين صالو بروسروا بين صالو بروسروا المحدث جاء من ذلك أجر محدث به حدثي أصغر يا أكبر ها أصغر وسيل ويه عندك العلماء أكبر أو أصغر ولا يمنع المميز المحدث من مس مصحف شو نبيت من ذلك بيت حدثي أصغر أكبر هي نابت والله ما قال زينة إلا قال كذا فقهاء شد بقالته ونالين أقعد أن ليبه مش تام كنوا بوي اللي سري بنو سا حدثا أكبر وأصغر من مس مصحف و ولوح لوحة ويكا استش لولا تانية أفريقيا هل سري قرآن نسل لبريكا لخمان باشتر وتعلم قرآن بو دراسة بي يعني بو فيربوني قرآن بيت بو أوانا درستا قشتنا أحكام الصلاة إن شاء الله لدرست كاين تلا لأحكام الصلاة ودس بي كاين بارك الله فيكم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة
وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.